وسط الصحراء وتحت درجات حرارة مرتفعة، يعكف هؤلاء الشباب إطارات وعمال بمؤسسات ناشئة على تجسيد أحد المشاريع الكبرى للطاقة في الجزائر، ربط شبكات الكهرباء الوطنية شمال جنوب على مسافة 700 كيلومتر. مشروع استراتيجي سيسهم في دعم الاستثمارات الفلاحية والصناعية وتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء في الولايات الجنوبية، خاصة في عز الصيف. ينقسم هذا المشروع إلى 5 مراحل في آفاق 2035 بتكلفة إجمالية قدرت ب 470 مليار دينار جزائري. سنقوم بتثبيت 1689 برج بوزن 35 ألف طن، تسلم كلها من طرف شركة سايق، وهي فرع من فروع سونالغاز. تحمل هذه الأبراج خطوط كهربائية بطول 8500 كيلومتر ممونة كليا من طرف مصنعين جزائريين. أما مدة الإنجاز فهي تمتد على فترة قدرها 48 شهرا، كما أسندت مهمة إنجاز هذا المشروع ل 15 شركة جزائرية. رانا في الميدان رغم سخان الصيف، رانا واقفين على المشروع الأعمدة الكهربائية في ولاية المنيعة. الحمد لله الدولة دارت ثقة في الشركات الوطنية، ونحن كشباب في مؤسسات الإنجاز إن شاء الله نساهم في تجسيد وإنشاء ونجاح المشروع. نسبة استهلاك الكهرباء في ولاية المنيعة خلال السداسي الأول من هذه السنة سجل زيادة قدرت بنسبة 30% مقارنة بالسنة الماضية، ومحطة توليد الكهرباء الجديدة هذه كان لها دور فعال في تزويد الساكنة والمحيطات الفلاحية بهذه الطاقة الحيوية. المحطة الجديدة بحس الجارة ومنذ دخولها حيز الخدمة هذه السنة بقدرة إنتاجية بلغت 68 ميجاوات، أسهمت بشكل فعال في ضمان تزويد ساكنة المنطقة بالكهرباء، والأكثر من ذلك ربط المحيطات الفلاحية بالطاقة الحيوية. تحتوي المحطة على 4 مولدات بطاقة طاقة إنتاجية 17 ميجاوات لكل مولد. يشرف على هذه المحطة مهندسين وتقنيين سارون على ضمان إنتاج، كما يتم توزيع الطاقة الكهربائية عبر 5 مخارج. مؤسسة سونالغاز هي اللي كونتنا في مؤسسة تاع المدرسة التقنية بالبليدة، والحمد لله استفدنا كثير، ولحد الآن بفضلها راني بفضل ربي وفضلها أنا هنا لحد الآن نشتغل. تم تسجيل عملية إنجاز 40 كيلومتر من الشبكة ذات الضغط المتوسط، وهذا ما مكن الشركة من تلبية الطلب بدون تسجيل أي مشكل. وحاليا سجلنا ربط ما يقارب 10,000 مسكن بالكهرباء من هذه المحطة الجديدة. الخط الكهربائي المزدوج 400 كيلو واط واحد من المشاريع الاستراتيجية الواعدة، وبفضل هذا المشروع الذي يربط الشبكات الوطنية ببعضها ستفك العزلة الطاقوية عن عديد الولايات الجنوبية ضمن السياسة التنموية للدولة، والوصول إلى قدرات إنتاجية ضخمة ضمانا لأمننا الطاقوي والتوجه إلى آفاق التصدير نحو إفريقيا وأوروبا.